انا عندي بطاطس مش زرعناها امبارح طبعا، لا دي بطاطس حلوه عاديه اهي. بطاطس مغسوله بس اغسليها وبالليفه كده واعمليها ادعكيها كويس جدا عشان هعملها بقشرتها، عادي جدا لما تتاكل القشره مفيش اي مشكله خالص، بس اغسليها حلوه قوي تمام كده. مش عايزه تعمليها ان طبعا كتير جدا عندنا ما بيحبوش القشره، فخلاص شيليها قشريها، قشريها عادي جدا وامشي نفس الخطوات معانا. يبقى عندنا هنا بطاطس، عندي هنا بقى ايه التوابل اللي انا هحطها لها، الاعشاب اللي هحطها لها. عندي بصي اي حاجه انت عايزاها، يعني مثلا عندي توم باودر وبصل باودر وشويه كركم شويه بابريكا شويه كزبره ناشفه بشر ليمون، عندي شويه شطه شويه ملح وفلفل شويه زعتر، اللي انت عايزاه اللي انت عايزاه. ناخد ايه، قولي معلقه صغيره كده من الشمر، اسحقهم بس حتى كده ايه سحقه بسيطه يطلع لي الريحه بتاعت الايه الشمر. ريحته بتطلع معاكي على طول. ماشي، هاخد حبه شمر، اجيب بس بولة احط فيها كل الحاجات دي على بعض كده. حبه الشمر اللي انا عملتهم جمال قوي على فكره الشمر فيها، والزعتر طبعا وشويه الملح والفلفل عليها، اظبط الملح وفلفل كمان. ماشي، وشويه زيت عادي زيت زيتون اي زيت اي زيت، معلقتين كبار كده. أبلل التوابل كلها، لو لقيتي طبعا كده قليله احط لها زيت تاني. المهم ان انت التوابل دي تبقى عايمه في الزيت ده علشان لما احط لها البطاطس تمسك فيها كلها. ماشي كده، وراح مقطعه بقى البطاطس دي طبعا تقطيع اللي انت عايزاها مراكب كده، ممكن يعني عشان طبعا كل ما بتكون ارفع كل ما بتشوي اسرع، فكده معقوله. ماشي، عايزه تعمليها نصين كده وخلاص. ماشي، عايزه تصغري اهي كده احسن برضو علشان كل ما بتكون اصغر انا بحب الاسرع، وكمان غير الاسرع ان هي تشرب توابل اكتر.